يا ساتر الله اكبر ما شاء الله تبارك الله يا اخي لما اقول لكم حظي مع هذه السياره حظ جميل شوفوا لدرجه الدنيا امطرت ما شاء الله تبارك الله يا رب اجعل امطار خير وبركه يا رب انا لما استلمت السياره قالوا لي شغله انه محرك الثمانية سلندر يعني فئه الثمانية سلندر فيها ميزه انه نظام التعليق هيدروليكي حيث انك ايش انت لما تمشي في الطرقات زي كذا ما تحس بالمرتفعات والمنخفضات والحفر الى اخره فبالفعل انا دحين مرتاح مروق والسياره هي اللي تهزز لكن انا كراكب وضعي تمام التمام يا سلام والله الجو خرافي ما شاء الله تبارك الله طبعا اذا في اصوات هذه أصوات الأغراض اللي معانا شوفوا قروش هنا يا ساتر يا ساتر العزة أيوة معانا أغراض لين تقول بس طيب الآن طالعين طلعة بدون تنسين بدون أي شيء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صلاة على النبي صلاة على النبي لا قالوا لك بطل الدروب لا قالوا لك بطل الدروب ما شاء الله سيارة طلعت بقوة قلب ما شاء الله تبارك الله طبعا أول شيء فصلنا مانع الانزلاق بعدين حطينا على وضعية الرمال وشغلنا الدبل الثقيل هنا الإنسان أول ما يجي طاعس أول شيء ينتبه لحرارة السيارة تمام لابد أنه حرارة السيارة ما ترتفع معه الشيء الثاني لابد يربط حزام الأمان أكيد تمام ويحاول أنه السيارة ما تنعطف معه انعطاف عكسي يعني الطيس وقوف ما يحاول انه ياخذ تسييف كامل لانه في التسييف هذا ممكن ينقلب لا قدر الله ممكن يصير لها تغريز بطريقه مره بشعه يعني حتى ممكن في السحب تنقلب اوكي يلا الله يحفظنا اياكم يا رب امين يا خفيف ما شاء الله ما شاء الله طبعا الجير ما فيه له تأمين يعني لما تحط على تعشيك يا سلام قفل القزاز طيب قفل القزاز تكفى لا تغبر الداخلية والله نكره الداخلية تتغبر عشان كذا ما احب لا طاعس ولا شيء انا انسان جدا حساس في موضوع نظافة السيارة عشان كذا ما احب اطاعس والله العظيم يا ساتر الله اكبر الله اكبر ايوه الله 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 ما شاء الله تبارك الله بعض حيستغرب ايش بك يا ابو نهال صرخ والله انا مالي في الجو ذا ماشي كذا ايوه يا سلام تبارك الله 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 ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله صلاة على النبي ماشيين في الطرقات
كأننا ايش نتمشى، جالسين نتمشى. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله، نعومة السيارة فظيعة. سبحان الله، الشخص يجيد التعامل مع الحيوانات ما شاء الله تبارك الله. طبعاً هو عنده كلب. معززين طيب في المساء شوفوا شكل الداخلية، طبعا انا مولع الاضاءات LED طبعا، فشوف الداخلية كيف. طبعا ابل كار بلاي وكل شيء، متعة قيادة صلاة على النبي. فزون شايفين، قلنا ناخذ لكم نظرة ليلية على الداخلية.